خذلك مزينك تصبيك تغمز بالحرام. روح يا اخوي لاوي هناك. لا 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 ايش جايب فلوس ويرجع في فمه يترسب بالزاد. ايه هو من يرجع مره ثانيه. لا خلاص بس تسلم ماشي ماشي افا تمن علي وانا اخويك الليالي الملازيم. لازم نشوف له حل. ما ينفع كذا يا جماعة الخير. والله والله انا ترى يا يا بما ان هذا قاعد يجيب كذا يا اطعم حرام حرام والله يا حبيبي حبيبي والله كم برايم ولا تحس انك برايم ولا هي برايم برايم صرت والله كم شو الضحكة ذي والله 3000 ها 3000 رصيدي 3000 يعني خصم زد رصيدك صار 300 اوه الله رجعتني الى تعرف تعرف القرن الحديدي؟ ايه ها؟ ايه تعرف القرن الحديدي؟ ايه قبل ما جاري كان رجعتني برقع الطير طير وحاشر انا مستمر لما كان نفسي شعر النار فاضية يا ولا يا رجلا من رجال بانظر لا صد واغض النظر عن عطل عطل بيت ايه عطل بيت وعطك بيت عطل بيت ايه عطل صدر وعطك عجد حبيبي الله مخلد بعد لو تجيب لنا قهوة تصير اطلق واحد شباب تحية تحية مخلد تحية طيب شو الجلسة يا شباب؟ ما فيكم واحد تعال تعال ما في احد هب البراد وزينة النفسية والجو وزينة والمشاعر حية روح يا للي غنى ودنا والدنيا تضحك لي واحبابي معانا قولوا ورد الجوري غنى ودنا ودنا والدنيا تضحك لي واحبابي معانا طير السماء برد في فرحة لقينا عطر الهوى ردت يا محلى هوانا قولوا ودنا 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 هلا هلا ابو رشيد شلونك ابو رشيد؟ شو اخبارك؟ هلا ابو رشيد هلا ابو رشيد هلا بالزين طيب وين الكرسي يا عيال؟ المسر المسر هذا رجيم على اليوم اللي ما اشوفه كم اخبارك شنو صحك سلامات ابو رشيد هلا والله يا الله حي ابو رشيد شلونك دجاجه عساك طيب لا لا مخلد عيال ما في كرسي هنا لا علمك علمك انا والله اوفر اوفر يا لا 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 صعبة صعبة جوا صعبة جوا جوا ما في ما في لمبات لا ابوها شوف شوف ابو ابو عبد الرحمن بالله جيب الكرسي من هناك انا بجاي انا بجاي كروم 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 ذكاها قبل عام جيت افقش راسك ابو ضرب عبد الكريم نجلس عيال شو الفرش شلون نفتح هذا؟ يا سعود العالي عاد طيب لا تفتح كلن يا وهيبي جيب 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 خلاص هذه تكفي حنا عشان لا لا طيب لا لا ما تطيح بيجيب كروم ما تطيح ما تطيح والله بتطيح اوريك الحين هذا جاب الكرسي يلا كروم شو اسمه ذي مخده حطه بشو حط المخده هذا الكرسي خلاص خلاص جاب 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 كروم خلاص برا ايش نجلس داخل هنا لا لا مشكلة برا نفاي ابو رشيد هذا جاب الكرسي لك مخلد مخلد سلم على المتسابقين سلم يجي 200 رسالة ما شاء الله تبارك سلم على الشيخ وسلم على المتسابقين الله يسلمهم بإذن المغرب ترى عند وهيبي والله والعشاء العشاء اوكي فارس كم مقعد ايوه
يا صلاة العشاء مخلص صلاة العشاء يلا صلاة العشاء انا بصلي تجلسون ورا ذي ما يمشي سمعتوا فر فر وش لا خلاص برا نفاه يا شيخ طيب والله داخل كتمه انا داري بس برشيت يعني خلاص كم باقي برشيت وحلو خلاص ما بقى وقت فادح كم باقي والله ما ادري بس والله قاعد اسوي كفتي ها شو يقول وراك بالليل اللي بطلت مفتاحه افتح ورد الكهرباء على البليتين بليتين سعود وين تجلس؟ من الظهران بصراحه يوم يمشي على 160 جالس هنا تقول لي والله ما تجلس انت وين تجلس؟ راس الحد صراحه ومش الظهر على صار من سيري كان ما جبت فرش؟ اوه بدي مرتاح اكن دوا سلام عليك طب ايش فيهين يا شغلي جدع راعيهم الواحه اللي بعد الطلع وما بلقى نحيني اتذكر زمان حب مسباحه وسهرة الليل ما بعد وقت الحين اقول لك الله والله يا لقيت الاخير انه ايه ما قلت دورته والله 14 سنه لا ما لقيته 14 سنه الشعر ده؟ لا راعي القصيده مين راعي القصيده؟ احد من اهل الشمال الظاهر انه ما هو حي الحين الله يرحمه طريف عرعر ما عرعر سم قد سافرت بنياق ولبل يعني حياتي كلها الغنم مع البعرين والبر كل حاجه قد سافرت من منطقه لمنطقه سافرت طال عمرك ما هنا ديري ما جيته وشربت ماء بالسعوديه السعوديه الا الطايف ما جيته ايه طيب ما جيت مره؟ لا ما جيت هو الطايف جيت ابها جيت جيزان وجيت واد الدواسر وجيت واد الدواسر اكثر من مره وجيت القصيم كله بطن وظهر وجيت حفر الباطن وجيت القرياه وجيت كاف وجيت قلعه وادرين هي تسمع بها بالله مضرب مثل قلعه وادرين وين وين هذه ابو وين ابو قلعه وادرين والله ما ادري يا كثر ما اروح وانا ما ادري وين يقولوا لي قلعه وادرين وين ابو قلعه وادرين وادرين اي والله قلعه وادرين يقولون وادرين 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 عندنا في المدينة لا وادرين وادرين قلعة وادرين وينه؟ هذه طال عمرك لا قبلت على القرية في منطقة اسمها كاف مدينة مدينة جنب كاف من الشمال من الغرب الجنوب الجنوب الغربي وكاف وينه يا ابو ورشيد؟ هذه بنيتها تركيا بالنفود ايه الانسان اللي بيحكم عليه بالاعدام يحط بقلعة وادرين لما يجي القطار يوديه تركيا اه منفى زي المنفى لا منفى اي نعم شبه منفى اي نعم يعني فمدعاء يدعون بها الله يجعلك بقلعة وادرين يعني الله ينفيك واللي يدخل بقلعة وادرين ما عاد يطلع ثاني مرة ولا يشوف الحياة يعني يروح لقلعة وادرين قديمة على وقت تركيا وعلى وقت سكة القطار أبو رشيد سم جيت الجنوب سم أقول جيت الجنوب جيت بها وجيت عسير طولت فيها ولا لا لا والله عبر سبيل وجيت يا طويل العمر جيزان خذينا ابو هيام عندنا واحد من جماعتنا صار عنده مناسبه ودعانا ولبينا طلبوه ما نقدر نقول لا الانسان اللي قال تكفى تعال ما اقدر اقول له لا 900 ريال التذكره رايح جاي الحايل وحضرنا وقمنا بالواجب حسب اطلبه ولا هي كثيره انا ما عمري قلت الرجل يقول لي تعال او اقول له لا صعبه صعبه صح. اني اقول لا والحياه كلها الحياه كلها مجارات نعم ومن طاب مع الرجال اخذ حقه منهم هذا هو نعم. هذا الكلام طب مع الرجال وابذر الزرع وتحصده صح بالفعل اي نعم وما زين الجو يرجع لا الجو اليوم اقول الجو اليوم طيب لا الجو زين زين هذا يدل ان القلف حتى القلف قلت هذا عصر الشيخ اللي البارح اي والله اعطاني هديه يستاهل والله ابو معين لكن هل هو خشب ولا والله اني ما ادري ابو نوع الظاهر انه 700 ريال مثله بس يسمونه ابانوس 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 اسود مثل هذا والله ما اعلم يعني شفته مع الشيخ انا ايه تبي نقول بعد اليوم اقول في داك والله ما عاد له عندي انا على اي والله 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 مخلي الحال والله دحين تودينا بس ابانوس غالي غالي بل ابانوس كل يوم لحم مو خشب ولا شيء خشب يقولنا افريقيا يبي نخليه كذا يوم نوع من انواع الخشب صلح منه سباح تباع السبح ب 400 ريال وشوفوه مع عمامين الله يثوره بالعافيه راح وتعكز عليه عصاه ما عذرتهم عمامين امينك لا لا اسمعني بس حبيب والله
اي والله نسأل الله الجميلة يا رب. نسأل الله الجميلة الله يجمننا معه. الدنيا مدرسة ثم يجمننا مع خلقه. تحصل بها الزين وتحصل بها الشين هالمدرسة. صدقت. المهم على استيعابك، شوف وش استيعابك من هالمدرسة. والله انك صادق ابو رشيد. مدرسة بدون سبورة وبدون باب وبدون سور وبدون مدرسين. اي والله. شوف استيعابك هل هو ينفعك ولا يضرك؟ دور الشيء اللي ينفعك ويستاهلكم. اي والله. كم بقى الاذان؟ ساعتكم معك؟ لا ساعتي. انشد عن الاذان، الاذان. يذن 21 أدن. حتى انا ما معي ساعة. اسالك اسالك انا ما ادري. ياسمين يقول روح من اللي عنده ساعة؟ كم ساعة شوف؟ يذن 21. انا بشوف بشوف. لا تأذن اصبر ما ادري انا اسالك ترى. خلاص خلاص تجهز. يذن الظاهر 25. لا لا 21. تم 21. شباب على كذا والله صادق شكم خبطه. كم ساعه يا ابو رشيد؟ سم ساعه كم؟ الساعه يا طول العمر الساعه 25 دقيقه. ايه لا لا باقي باقي جاهز محمد 35. الله مكان ذاك كم عندك؟ حوله حوله لا 5 وربع عندك. لا هو ما اخرها علشان يرتاح. 17 دقيقة عندي. ايوه هذا يا طول العمر كثر من الظهران هدية هذه. وش الساعة؟ لا 18 سنة. ما شاء الله تبارك الله. بعلبة العلبة تحفة ومع دفتر ومع قلم ومع فاتورته ومع ضمان. يا سلام. 5 سنوات. ولها معك الحين 18؟ راحت الفاتورة الأمر ما هو معقول فاتورته يعني. غالية. لا تصدق. غالية؟ حطيت الكرت حقه مع كرت مثل بطاقة الأحوال المدنية. عندنا وكيل له. كلمة الهندي. قلت له الساعة هذه ممكن تشوف لي سعره. قال أعطنا الكرت حقه. بدون كرت ما يشوف شيء. أخذ الكرت أعطيها مثل الأحوال المدنية. صح. دق الكمبيوتر قال هذه مبيوعة تاريخ كذا بيوم كذا بشهر كذا عام كذا على فلان آدمي الشرقية. قلت القيمة حقه. هو يفر الكمبيوتر قال انت اقراه. كم؟ خيال. سعرها؟ ايه 90. ها 90. ما اسمعك. 90,000؟ لا 9,000. 9,000. والله اني غليت انا. لكن من حطيته بيدي لا 18 سنة ما زادت ولا دقيقة ولا نقصت ولا دقيقة. وهي 1911 بدأ تصنيعها. وش الساعة؟ والله ساعة. 1911. مرتين. والله في ساعات تقول ترى. في ساعات ابو شهد انا اتحمس. تسعة. معقولة. سم. معقولة 9,000 صح؟ ايش اللي تقول؟ نعم. 9,000 متى شراها؟ يعني قريبة. قبل 18. ما شاء الله. جات هدية. تستاهل يا ابو رشيد كل خير. والله تستاهل كل خير. والله انا ما قلت يعني ولا هديه. ايه اللي نعم. يسمعك يقول اني لابس هدايا الحين. لا الجوالات هذا قال واحد. ابو رشيد مو بالجوالات هو ما طلع كان على انا ساعه 15,000. انا شاريها انا شاريها الماني شاي منزل ب 6000. 6000 300 ريال وخليك مرتاح. دقيقه انا اتصرف جيبي كل شوي. اغلى هديه الله يعين. اغلى هديه تدري وش هي؟ شاي منزل ماني 6000 صرفوا له واحد ساعه. يا اخي نبي هدايا ابو رشيد. انا بتحداك في الانجليزي. بتحداك في الانجليزي. ما في شيء الانجليزي بحر. لا بتحداه انا بتحدي ما فيها لعب. يلا ابو رشيد وات يو اوردر يو؟ اي 75 years old. سمعت تعرف كيف الناس تتكلم لو سمحت. اجين اي ام 75 years old. يعني ايش؟ يعني انا عمري عمره 75. طيب اوكي وش رايك بالسعودية؟ في السعودية وش رايك فيها؟ وات از يور نيم؟ وات يور قال وات يور نيم؟ وات يور نيم؟ يو نو ماي نيم. اوكي يقول انا اسمي ابو رشيد. لا لا يقول يور سيلف. يور سيلف يعني مع نفسك. اسمع بقول له وش رايك بالسعودية؟ لا لا ما اجمل شيء في السعوديه. What the best thing in Saudi Arabia? ابو رشيد. What's the best thing? What's the best thing? Thing. What's
واتس ذا بيست ثينج. اسال انت خلاص اسال. علق لساني. السلام عليكم. تكلم بلا تكلم. ما شاء الله طبعا ابو رشيد عشان معروف. واتس ذا بيست ثينج ان سعودي ارابيا. ابري جيم سعودي ارابيا فيري بيست. خلاص. ابو رشيد ترى يجي مستشفى. بيبل اند لايف. الله. اند هاوسينج. And electricity, and hospitals, and transportation, and road. أبو رشيد أنت تجيكم مستشرقين صح؟ إيه. ترى جيهم مستشرقين برا ويسألون عن السعودية. عندك قصيدة بين إنجليزي وعربي ولا لا؟ دقيقة دقيقة دقيقة. لا من المعجزات هذه الإنجليزي. بيسلم إنجليزي. صدوب وناس واجد. قصيدة. أبو رشيد who is the best person in Saudi Arabia؟ ولد ما أدن ذا. who is the best person in Saudi Arabia؟ من هو أفضل شخص بالسعودية؟ لا 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 صح بس very best and you know the kingdom king and the Saudi family is the best. يا سلام.